أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا سافر الرجل وقت عيد الأضحى وترك زوجته تضحي وهي ستوكل شخصا آخر ليذبح لها، فهل يشترط أن تمسك على شعرها أو أظافرها؟ إذا كانت يضحى عنها فلا يحرم عليها أخذ شعرها، إنما هذا على الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره. الذي يريد أن يضحي عن نفسه وعن غيره هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا أو من أظفاره كما جاء في الحديث. أما من يضحى عنه فلا، لم يرد في الحديث أنه لا يأخذ. نعم.